التفت لي، احنا نريد نحصل دمع الليلة، احنا الليلة مكسورين خاطر على هذا اليتيم، وقصة الخاطر فيها جبر لقبر الإمام الحسن المجتبى. حصل فضيلة، يقول الإمام الصادق: الدمعة على جدي الحسين لو نزلت على جهنم لأخمدتها. خذ من هذه الرحمات، لا تغفل. دائما أكرر، لا يأخذك منهج من منهج رادود أو شيخ، مع احترام المشائخ، في قوة طرحه أو قوة لحنه، كلها هذه طرق تؤديك إلى الحسين. نحن وسائل لكم، نحن نخدمكم ونحن وسائل لكم، والله عطانا مواهب. أيضا أنتم عندكم مواهب، أنكم تتحدون معنا، تصلون إلى أفكارنا. نتحد في نور الولاية حتى تبكي الولاية معا على الحسين، حتى نرى الحسين الليلة مكسور ظهره وهو يحمل القاسم. هذه الليلة ليلة عظيمة، هذه الليلة الإمام الحسين تذكر الإمام الحسن وتجرح فؤاده. فلما رأى الله جل وعلا في زواج النور من النور أن الإمام علي لا يمتلك شيء، زاهد في الدنيا، علي كان غني بطاعته إلى الله، والزهراء كانت غنية أنها فاطمة بنت محمد. لم يكن المال والجاه من خلال التجارة هو المحور الرئيسي في حياة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الله ما حب يكسر بخاطر الزهراء، سوى لها ذاك الزواج، ونزل لعية من فوق وذاك الحوض، وسوى ذاك الترتيب الإلهي، والملائكة، وعرف في السماء أنه زواج النور من النور. اليوم إحنا عندنا دعوة من مثال الله في الأرض، عندنا دعوة من النبي محمد الحفيدة، عندنا دعوة من أمير المؤمنين فاطمة الزهراء. يا جماعة، الحسين محتار حيرة. في الرواية الحقيقية، اسمع، في الرواية الحقيقية على السيرة التاريخية، زوج القاسم ما عند أحد، لأنه وقف ينادي: عباس قم، حبيبي يا حبيب قم، يريد معارج أجيل يزفون القاسم، ما عند أحد إمامكم. انتو شلون مواساة عندكم الليلة انكم تواسون الامام؟ ما ينكسر خاطر الامام الحسين على ابن اخوه وتزفونه؟ احنا تكفلنا تنظر الينا نظرة. سيدي ابا عبد الله، الشباب من اول محرم يهيئون لهالزفاف، يهيئون للدعوة، سوينا اعلانات الشيعة في كل مكان: الليلة الليلة زواج القاسم من الإمام الحسن، والناس تحضر من كل مكان. وأنا جاي إلى الماتم في منطقتنا هنا في الفضلية، بنات على 4 سنوات لابسين أسود، أشوف الليلة الثانية والثالثة إلى السابعة أسود. اليوم أنا ماري مشتت الصحافة، أشوف أسود عليه أخضر. مسك طفلة قلت لها: بابا تيني ليش لابسة الأخضر؟ قالت لي: لا 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 تسكينا. من علم أطفالنا هذا المبدأ؟ من علم أولادنا هذا الغرس الحسن؟ إن كانت روح هذه الشعيرة شيخنا تتفق مع الوجدان الشيعي ولا تتعارض مع روح الفقه في القاعدة، لا بأس بها، إنها على مستوى الإنسانية. إن كان هناك شاب أن يتزوج، أن يكون عنده أولاد، خصوصا إذا كان في طريق عبادة، أن يحصل الشهادة الكاملة وهي شهادة المتزوج. عندنا في الشرع أن صلاة الأعزب غير صلاة المتزوج. لا تستخسرون على القاسم انه يفرح بالحسن، ولا تطلعون لنا بروايات وتطلعون لنا باهوال، احنا ما علينا الروايه، لو جينا صدقنا ابها، احنا ما ندخل شيء في الروايه، هذا وجداننا. انا يقيني ان وجداني ان الامام الحسين
يبي يفرح قلب الإمام الحسن بوليده، والأكمل أنه يعطيه شهادة متزوج، وأن يكون لك كيف التضحية، أحد يعرس أحد وبعدين يقطع ربان ربان. هذه قيم. أي بيت من البيوتات، أي واحد يعترض؟ أخواني، كنت جالس مع أحد الفضلاء، كنت جالس مع أحد المشايخ في القطيف ومع الناس الحسينيين الخلص أمثالكم، وتطرقنا إلى قضية القاسم والإشكالات التي حدثت عليها. قال: ما أدري إذا توفى شاب أشوف ما يقول إنه معترض، يقول حق الملا جبناه على القاسم ولادي ما زوجته، جيب لي نعي، ليش تضرب مثل يسليك؟ لا، هذا حقه حقه. احنا الان نستقبل هذا الزفاف، مو عيونك تنظر. اسمع مني، انا على منبر الحسين، على ذلكم شيخنا، انا على منبر الحسين، اسمع مني، قلبك قلبك ان شاء الله ما تشوف حتى القاسم، شوفه بقلبك، شوف هذا الشاب كيف يضرب المثل، محتار قعد. قال: لأنت شمامة أخي الحسن، كيف تذهب إلى الحرب؟ تكليف يذهب إلى الخيمة مضطرب، مضطرب، يبي يأخذ الشهادة، يبي يأخذ الشهادة عند الحسين. تذكر تلك العودة التي كتبها الإمام الحسن عليه، وقال له: بني، إذا صابك هم وغم وكرب ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فل هذه العودة فلها، وإذا مكتوب فيها: ولدي قاسم، إذا رأيت الحسين وحيدا فريدا لا تقصر في نصرة الغريب، صرح صرخ القاسم وأنتم معا تصرخون: حسين حسين حسين. الدمعة حارة عشان تفرح الزهرة، ها، دمعة حارة، دمعة حارة، خلي يشتغل يشتغل، حنا ما علينا منهم، خليهم يشتغلوا. صاح حسين، ها، حسين حسين، أخذ تلك العودة ذهب بها إلى الحسين، رآخ الحسين، رأى خط ولده الحسن، بكى صاح وحسنا، يلا ذكروا ذكروا المظلوم هذا اليوم أيام محرم، وحسنا ومسموما ولدي قاسم، وأنا عندي لديك وصية لا بد من نفاذها. زينب، علي بالصندوق الفلاني. اي الله الله، حي الله صوتك حبيبي انت، والله حي الله صوتك. زينب من المستأمنة على المواريث النبوة الإمامة زينب. جيبي صندوق أخويا الحسن، جيبيه. أتت إليه بالصندوق الفلاني: أخي، ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أريد أن أعقد على القاسم على أحد بناتي، فل ذلك الصندوق، أخرج لباس الحسن، عمامة الحسن، ألبسها القاسم، بعد أن قد العمامة نصفين ولفها على ذلك البدر، ألبسه العمامة. ثياب الحسن كانت كبيرة على القاسم، كانت تغطي كفه. رأته رملة من بعيد، صاحت: حسين
أيوث يا مزفافن هذا تلبس ولدي الزفاف على هيئة الأكفاء يا 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 مقدمة هاي استقبل بيها القاسم هاي صوت هذا البوق كان في كربلاء إعلان لحدث سوف يحدث في كربلاء، وصدى صوت يذهب إلى المدينة بنداء يا زهراء لحضور هذا الزفاف، لحضور هذا مكان، لحضور هذه الأم. مو الأم لازم تصير موجود عدل ولا الجد لازم يصير موجود حول العريس عدل ولا الأبو لازم يصير موجود عدل ولا بعض الأحيان يصير الجدة تعبانة، الأبو تعبان، يتعالى على روحه ويجي يقول والله ما بغيت أكسر بخاطر حفيدي، انت يما حتى لو ضلوعش حط ايدك وتعالي، وانت حط ايدك على جبدك وتعال. من ارض المدينة طلعت الزهرة، والله اذا ما تجاوبني اقطع النعيها، إذا ما ترد علي وتعطيني ونها. من أرض المدينة طلعت وياها الحسين يلطم على ولي أم الحسين تبكي وتلطم على قصدو كربلاء لحسين والعب قصدو كربلاء لحسين والعب شافوا جثايات كلها تعطر الأنفة مطروحين يا ويلي على الغبر. أم حسين راحت، تجينا أم حسين لما تجي هنا، تحضر الماتم لما تحضر الزهرة، الروايات الزهرة وين تستقبل المعزين؟ وين توقف؟ زحمة على الباب إخواني، زحمة على الباب، الزهرة توقف على الباب. إي امشي حبيبي امشي، فرح الزهرة بدمعتك يا بعد روحي، أنت يلي برا امشي خاطر الزهرة، تفرح الزهرة على دمعتك. وين أم حسين؟ وين أم حسين؟ خلت تدخل الزفاف، متباركة يا الزهرة متباركة. يا ويلي
جيتك يا الولد مني الضلع مكسر. ها ترد علي لولا تصرخ وحسين لولا. جيتك يا الولد مني الضلع أقدم لك تهاني في الشهر. أويلي على الزهرة يا سيدنا أمك على تعب هجاء. سيدنا أمك على ضلع هجاء. سيدنا على المسمار جات. على اللطمة جات الوفية جات. جات اللي تحب الحسين جات. جات اللي تفرح بدمعة الشيعي جات. جات أم العزاء. جيتك يا الولد ونسيت لطم العب. جيتك بالزفاف وانعى على وحسينا. متبارك ابو محمد سيدي ابا محمد الحسن المجتبى. انا على منبر يا اخيك الحسين اقدم لك عن المعزين والمشائخ والروادين والسادة التهاني بهذا العقد الميمون. حق لك ان تذكر سيدي المظلوم ابا محمد الحسن المجتبى. حق لك أن تذكر. قدمت ما قدمت من التضحيات في تاريخ في تاريخك أيها السبط الزكي. وها أنت تعلمنا كيف يكون العطاء للحسين بالولد والنفس والنفيس إلى الحسين الغالي. هكذا هم أهل البيت مع الحسين. يعطون كل شيء للحسين. يبذلون كل شيء للحسين. الحسين الحسين عزيز الزهراء. أبو علي لا تطلعها ولا تطلع الحسن. ما يصير توديها للعريس ما توديها للعروس. تروحي إلى سكينة يمه سكينة مو راضي على الزواج. وعدم الرضا مو ردا لأمر الحسين. لكن البنية حزينة على عمها. حزينة على كافل الضعل على العباس. لما دخلت عليها زينب وقالت إن أبيك الحسين أمره هكذا منك. قالت كيف يكون هذا وعمي العباس مطروح على نهر العلقم. باروح لابو يا باروح وبهوي على وعباس مذبوح. باروح لابويا وباطيح وبهوي على راسه وباصيح ماني معرسه واهلي مذابي. وما جرى في الدهر كله
مثل عرس ابن يلا يلا ما جرى في الدهر كل مثل لبس المظلوم عمه يوم تزوجه لبس المظلوم عمه يوم تزوجه جلس في الخيمة جلس في الخيمة بجانب سكينة وإذا بصوت الحسين أمام معين يعيننا أمام ناصر ينصرنا سمع واعية الحسين أراد القيام تعلقت بأذياله إلى أين يا ابن العم قال إلى نصرة الغريب قالت وزفاف قال أجلناه إلى يوم القيامة خذي هذا الرجل قطع خرقة من كفه أعطاها هكذا تعرفيني وأنا كيف أعرف شلون أعرف يا سكينة عمدت إلى جيبها فشقه قالت تعرفني بهذا الجيب المشقوق ومشى الشباب إلى ميدانه مروراً على الحسين ليودعه يا الشباب حمل سيفه توجه إلى الحسين ليودعها الوداع الأخير هذا شاب ما يهاب بيد سيف وما يخاف هذا شاب وما بيد سيف وما يخاف إيه هذا شاب وما هذا شاب وما يخاف بيد سيف طلع شباب من الخيام طلع شباب من الخيام دارت عليه النسوة ضمته النسوة صاحت زينب الوداع الوداع صاحت رملة الوداع الوداع شوية شوية على ضلوعك يما الوداع الوداع ودعنا الشباب وذهب إلى الميدان يا 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 هذا شاب ما يهاب بدا سيف ما يخاف هذا شاب ما يهاب بدا سيف ما يخاف وطلع شباب من الخيام وطلع شباب من الخيام يا 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 ما شفت مثلك يا جاسم للمقابر زفته بدال شمعات وهلاهل دموم راسك حنتك واوي